الآتي يروي ظمأ الغد. نحن شباب الدين وبنا الحق عدد، وعزائمنا تمضي نحو ركاب المجد. وعزائمنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله على كل حال، ونسأل الله جل وعلا أن تزول هذه الغمة على خير على مدينتنا الحبيبة جدة عروس البحر الأحمر. في ثاني أيام العيد وبعد أن تكشفت السيول والأمطار الغزيرة عما حصل من كوارث وفواجع في هذه المدينة الوادعة، تنادت بعض الجهات الخيرية وبعض الشخصيات الاجتماعية من بينها أعضاء في المجلس البلدي وإخواننا في جمعية البر وكذلك الغرفة التجارية والندوة العالمية للشباب الإسلامي والجمعية الخيرية النسائية ومواطنة ومجموعات أخرى للالتقاء على عجل ومناقشة الوضع ومعرفة ما الذي يمكن عمله. إن هؤلاء الشباب الذين يقفون في الخلف هم ما يسمى عندنا في الندوة العالمية للشباب الإسلامي الفرق الشبابية، وهو برنامج موجود منذ القدم يعالج ويهتم بتجميع الشباب حول قضايا مجتمعية يعملون لها ويجتهدون في خدمة المجتمع من خلالها. فهؤلاء الشباب من اللحظة الأولى تم الاتصال بهم في الفرق الشبابية، وكان تجاوبا رائعا وجميلا، ضم 150 شاب في أول لقاء، ومن ثم بدأ توظيفهم وتوزيعهم إلى محاور العمل المختلفة، وأبلوا بلاء حسنا وخدموا خدمة تنادى وشكرها القاصي والداني، فلهم الشكر الجزيل. نسأل الله جل وعلا لهم التوفيق. السيارات موجودة في هذا المكان، نحن عند مدخل الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمنطقة مكة المكرمة، الديانات والشاحنات موجودة، سيارات دفع الرباعي كذلك موجودة. الآن هيبدأ التحرك بإذن الله عز وجل. تتراوح مجموعات الشبابية ما بين 80 إلى 100 شاب يوميا في خلال هذه الأيام المختلفة، تجاوز عدد الشباب إلى 500 شاب والحمد لله. تقنا وتحركنا في مناطق مختلفة المتضررة هناك في الحرزات، وكيلو 11، كيلو 14 الجنوبي، كيلو 14 الشمالي. وحقيقة كان هذا المشروع فيه الأثر الكبير لتنمية وتطوير حس المسؤولية عند الشباب، وتطوير وتنمية الثقة بالنفس بالنسبة إلى الشباب. هذا الأمر يوميا ما ترونه هنا، هذا الأمر يوميا يحصل مع الشباب والحمد لله، وهذا فضل من الله عز وجل وكرم. والآن سننطلق إلى الميدان مع هذه المجموعات الشبابية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدأت جهودنا كقسم نسائي في الحملة اللي كونت ضمن لجنة التكافل لأهالي جدة من بداية التأسيس والمشاركة في وضع الخطط والاجتماعات. طبعا بدأ الهدف الأول التخطيط، لكن بعد كده تحركنا ميدانيا. طبعا وضعت خطة، الخطة كانت لثلاثة جوانب: الدعم العيني والدعم المالي والدعم النفسي. بيكون طبعا عملية الدعم النفسي هو التنفيس عن الأسر والأهالي والأمهات والشابات. طبعا هذه العمليات كلها بفضل الله والجلوس يوميا معهم مع الفريق، حسوا انه في احد بيشعر بمأساتهم، بيشعر بآلامهم. بنتعاون ايضا مع اخواتنا في الشقائق، بنوزع ما بيننا وما بينهم المناطق، نحن في الجنوب وهم كمان ان شاء الله بيمسكوا مناطق الشمال. تم تكوين فريق متكامل لهذه الحملة من متطوعات، عدد من المتطوعات في جامعة الملك عبد العزيز، قسم مستشفى نساء والولادة، وزارة التربية والتعليم، وطبعا ما نغفل دور الكادر الوظيفي في القسم النسائي ودورهم الكبير في عملية توفير احتياجات الدعم النفسي والمستلزمات من أهل الخير والتجار والمؤسسات الخيرية. الدنيا تتهادى ترنو لأيادينا أنوارا ويقينا، من غيرنا. الحقيقة أنه في هذا المركز اللي هو مركز الحاسب الآلي يعتمد على حصر الأضرار
بتجمع هذه الاستمارات من قبل اللجان الميدانية، وبتكون موجودة هنا في هذا الموقع أو في هذا المركز. بيكون هناك فرز للأوراق، كل حي على حدة وكل موقع متضرر على حدة، وبالتالي هؤلاء الشباب من الندوة العالمية للشباب الإسلامي في منطقة مكة المكرمة ساهموا بأنفسهم، ساهموا بمعرفتهم وأعمالهم، بيقوموا بإدخال هذه المعلومات الموجودة في الاستمارات في الحاسب الآلي حتى يسهل للجنة، لجنة تقدير الخسائر، الرجوع لهذا الحاسوب وتقدير الخسائر المادية على الطبيعة. هذه مهمة الشباب، ولكنها بما في شك إنها عمل جبار. هناك حوالي 13 ألف استمارة بيقوم الشباب الآن بإدخالها، وإن شاء الله تتوفر المعلومة وتكون متكاملة، ونتمنى إن شاء الله أن تكلل أعمالنا بالنجاح وأن تضمد جراح أهل جدة بمن فيهم. وهذا يعني مختصر عن المركز. بادر الأخوان في الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالاتصال بإدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة بشأن التنسيق لتقديم ما يمكن تقديمه من خدمات، وكانوا من أول الجمعيات المبادرة في هذا الشأن على أساس أنه يكون العمل منظم وتحت مظلة الدفاع المدني. والحقيقة احنا تجاوبنا معهم ووضعنا خطة للعمل أنه تتولاه، فبدأوا بتجهيز المركز جزاهم الله خير بتفاعل كامل وبفريق كامل من الشباب المتعاون يتولى إدخال المعلومات الخاصة بالمتضررين. الحقيقة تفاعل كامل وكبير جدا منهم، ويعملون جزاهم الله خير على مدار 24 ساعة بكامل الإمكانيات المطلوبة اللي وفروها من أجهزة الحاسب الآلي وآلات التصوير وكل ما يتطلبه تنظيم هذا العمل. في الحقيقة احنا رغبنا انه مثل هذه الجمعيات الرائدة انه تشارك وتتفاعل وبطريقة منظمة، ولا يكون العمل متفرق ومجهود غير مرتب. نحن نقدر لهم هذا العمل حقيقة اللي خدمونا فيه خدمة كبيرة، وهذا الأمر هيكون بإذن الله يعني كاملا نجير الفضل لله سبحانه وتعالى ثم للإخوان في الندوة، جزاهم الله خير على كل عمل. في الحقيقة الندوة العالمية للشباب الإسلامي كانت من الجهات المبادرة ومنذ وقت مبكر للمساهمة في هذا العمل التطوعي. كان هناك دعم من خلال الندوة لتأمين المواد الخام التي يتم احتياجها سواء في أعمال الكهرباء أو في التبريد التكييف أو في النجارة أو في التمديدات الصحية أو في اللحام. لهم منا كل الشكر والتقدير على جهودهم وعلى مبادرتهم وعلى أيضا حرصهم. المركز في الحقيقة يعني تم إعداده وإنشاءه منذ وقت مبكر من حدوث الأزمة. تم التنسيق مع المسؤولين في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حيال المشاركة بأكثر من 300 مهني في 5 تخصصات، في الكهرباء، في التركيبات الصحية، في تبريد التكييف، وأيضا في اللحام والنجارة. إلى هذه اللحظة هناك أكثر من 170 منزل تم إصلاحها بالكامل. جميع الأسر استفادت ورجعت لهذه المنازل، ولله الحمد كانت نتائجها جدا ممتازة. الأثر الذي وجدناه في الحقيقة عند هذه الأسر المتضررة كان أثر إيجابي. رأينا أو لمسنا في الحقيقة الثناء والشكر والتقدير للشباب السعودي، وأيضا أثبت الشاب السعودي أنه قادر على التعامل وعلى أيضا المشاركة في مثل هذه الأزمات. هذا هذا اللي قلت.